ويسرني الآن أن أرحب بضيفي من دبي ألان بجاني، رئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم. ألان، أهلا وسهلا فيك معنا. قبل أن ندخل بتفاصيل النتائج التي أعلنتم عنها، أنا بدي لك، أنتم شركة بتقدم أسلوب حياة، وبحب أعرف منك كيف تفاعلتوا مع أزمة في عام غير الناس كلها أسلوب حياتهم، ويمكن غيروا مفهومهم لشيء اسمه أسلوب حياة. شكرا، شكرا على الاستضافة، وبيسرني أن يكون ضيفك اليوم. ماجد الفطيم هي شركة بتقدم أسلوب حياة مختلف لعملائنا عبر المنطقة، والتفاعل كان عبر أول شيء الحفاظ على سلامة عملائنا والحفاظ على سلامة فريق العمل، وبنفس الوقت نأمن لعملائنا ما يلزمهم خلال الجائحة مشان حتى يكونوا بأمان ببيوتهم. وشفنا بال 2020 انه البزنس تبعنا هو اساسي فيما يتعلق بالامن الغذائي للاسواق اللي احنا موجودين فيها، وبالاضافه فيما يتعلق بامكانيه الافراد انهم يحافظوا على سلامتهم الشخصيه. هذا كان بالنسبه لنا مسؤوليه كبيره، ودفعنا الى انه نستثمر القدرات اللي كنا وظفناها في بقطاع التكنولوجيا والقطاع الرقمي، مشان حتى نقدر نوصل الى عملائنا افضل خدمه بافضل سعر بافضل وقت ممكن. شفنا بال 2020 التقدم الكبير اللي صار في مجال البيع الرقمي، والمعدل هو تقريبا 82% عبر الاسواق كلها الموجودين فيها نحن، اللي حوالي 18 سوق. وانما بالاضافه الى ذلك شفنا كمان انه في البعد التقليدي، اذا بدك شفنا انه لما تم اعاده فتح المراكز التجارية رجعت الناس إليها، إنما بأسلوب آمن، مش وقدرنا بحمد الله نحافظ على سلامة الناس بأكثر طريقة ممكنة، وهذا الشيء حصل عبر كافة الأنشطة يلي المجموعة بتمارسها، إن كان بالمراكز التجارية، إن كان بالسينمايات، إن كان بالفنادق، إن كان بالأعمال الأخرى يلي نحن فيها، مثل مثلا التطوير العقاري السكني وإلى ما هنالك. نعم، بتصور ما كان في شيء ممكن يحضركم او يحضر اي حدا او اي شركه بالحجم والقطاعات المتعدده اللي انتم بتشتغلوا فيها، ممكن يحضركم لهالازمه ونوعيتها والاثر يلي اجى منها. هلا اذا بدنا نطلع مستقبلا، هل يا ترى غيرت الازمه من فكركم واستراتيجيتكم بتهيئه الشركه للمستقبل، يعني فيوتشر بروفينج ماف من هون وطالع، هل تغيرت الاستراتيجية؟ وبحب أسمع منك شو هي استراتيجيتك هلأ. شكرا. الحقيقة الأزمة هي أكدت على بعض الاستراتيجيات اللي احنا كنا بدأناها بال 2016 وحتى اليوم، اللي هي الاستثمار في التكنولوجيا، الاستثمار في البعد الرقمي، الاستثمار في الإنسان وفي فرق العمل، وبنفس الوقت الاستثمار في خبرة التسوق أو تجربة التسوق. هذه الأمور الأربعة هي يلي حضرتنا إلى أكثر حد ممكن للتعامل مع الجائحة بأفضل طريقة ممكنة، وقدرنا أن نحافظ على الشيء اللي هو بالنسبة لنا أساسي جدا. أولا رضاء العميل، سلامة الأفرقة، وقدرنا كمان بنفس الوقت على موضوع النتائج المالية أن ننزل نفقاتنا الاستثمارية بحوالي 45%، وبنفس الوقت ننزل تكلفتنا بحوالي 12%، مما ساعدنا أنه ننتج بال 2008 ربحية تشغيلية تفوق المليار دولار. فهيدي الأمور مهمة جدا، لأنه هيدي هي إجت نتيجة الجيوغرافيكال دايفرسيفيكيشن، او اذا بدك التنوع الجغرافي لاعمالنا، وكمان تنوع نشاطاتنا التجاريه ووجودنا باسواق مختلفه باحجام مختلفه، مما ساعدنا ان نقدر نعمل نوع من التوازن للاثر الاقتصادي السلبي جدا يلي كان ببعض الانشطه، باخذ لك مثلا انشطه الفنادق او السينمايات ومثلا المراكز التجاريه الى حد معين، لانه بالجزء الثاني النصف الثاني من 2020 بلشنا نشوف نوع من التعافي، ضلوا يتاكد لحد اخر السنه، وان شاء الله هلا نحن ماشيين في هذا التوجه، وننتظر انه بحوالي نصف 2021 مع اللقاحات اللي هي بتكون صارت بمستويات مقبوله في الامارات العربيه المتحده وان شاء الله في المنطقه، ترجع الامور الى
او مسيره التعافي ان هي تكمل. انا بطلع على رقم الانخفاض بنسبه 1% بالعائدات على كارفور على وجه التحديد، بستغربه شوي. هل انا نعم. هل الرقم السطحي ممكن تفسر لي اكثر شوي ليش بظل الازمه اللي اكثر شيء كان في توجه طبعا على على الاغذيه والشراء، وانتم نوعتوا ايضا طبعا لناحيه مكان ما ممكن انه الشخص يقدر يحصل على المنتجات الموارد اذا كان اونلاين ولا كان غيره او السلع بالاحرى. فاذا ليش الانخفاض 1% بكارفور؟ صحيح، وشوفي الجواب بسيط جدا. كارفور ببيع طبعا مواد غذائيه بشكل اساسي، انما كمان ببيع مواد اخرى كثيره من الكترونيات الى البسه الى لزوم ادوات منزليه الى عفش الى ما الى هنالك. فمن شفنا بال 2020 انه كان في طبعا طلب كبير على المواد الغذائيه، وبنفس الوقت شفنا صار في تغيير بالطلب او اذا بدك خف الطلب على بعض الفئات الاخرى. هذه من جهه. من جهه ثانيه نحن اليوم ككارفور موجودين بلدان مختلفه، وكانت ساعات العمل والاقفالات اللي كانت مفروضه علينا بشكل طبيعي من قبل الحكومات المختلفة للتعامل مع الجائحة، هيدي كمان أثرت على القدرة على البيع بشكل كبير. يعني اليوم نحن لحد هلأ في عنا بعض البلدان في التريدينج أورز أو ساعات العمل منا طبيعية أو منا بشكل عادي، في بعض نهاية الأسبوع عطل نهاية الأسبوع، في بعض الأسواق بعدنا عم نسكر فيها. فالتقييد اللي صار في ساعات العمل وفي إمكانية الفتح هو أثر على اللي صار. فشفنا بال 2020 نمو كبير في الطلب على الحاجات الأساسية والغذائية، وشفنا انخفاض ببعض الأمور الأخرى، مما أدى إلى انخفاض 1% برقم العمل. خليني أسألك شوي على موضوع الدين وخدمة الدين. ما في عندكم أي استحقاقات من هلأ لل 2023، هيدي يمكن نعمة بهيك أوقات. هل أنت مطمن لجهة خدمة الدين بالوقت الحاضر؟ عم تقولوا خفضتوا الانكشاف أو اللي موجود عندكم بحوالي 400 مليون درهم، كيف خفضتوها؟ وهل ممكن أيضا تاخذ بالوقت الحاضر الفرصه انه تعيدوا هيكله بعض الديون اللي موجوده عندكم بسبب الانخفاض بالاسعار الفائده الحاليه؟ من الامور اللي هي اساسيه بالنسبه لمنشود فوتين دائما هي الحوكمه الماليه وطريقه ادارتنا لمحفظتنا الماليه، وطبعا امورنا الماليه. فاذا بتطلع على سيرتنا الماليه بتشوفي انه نحن بال 2020 قدرنا خلافا للتوقعات طبعا بكل الشركات او بكل قطاع الاعمال عامه، قدرنا نخفف مستوى الدين ب 400 مليون الى 12.4 مليار. من ناحيه اخرى بتشوفي انه نحن في عندنا ليكويديتي او عندنا سيوله اللي ثلاث سنين الى قدام لحوالي 40 شهر اعتبارا من اليوم، وما في عندنا اي استحقاقات رئيسيه بال 2021 و22 الى 2023. هيدي من جهه. من جهه اخرى نحن بهذا الوضع لانه دائما ننظر الى عندنا سياسات ماليه صارمه جدا، ننظر الى المستقبل بطريقه ان نامن دائما السيوله المطلوبه لعملياتنا، حتى في حال صار في نعمل دائما ستريس تيستينج، وحتى اذا صار في مشاكل بأسواق مختلفة تقدر الشركة دائما تكون حاجاتها المالية متوفرة بشكل طبيعي. فبالنسبة لنا أحد الأمور اللي نحن فخورين فيها جدا هو تصنيفنا الائتماني التريبل بي ريتنج، اللي هو أعلى تصنيف ائتماني لشركة خاصة في الشرق الأوسط، وذلك من حوالي 7 سنوات متتالية، بالإضافة إلى ميزانية الشركة والنتائج المالية وقدراتنا المالية. فهذا الموضوع جاي نتيجة تخطيط، والنتيجة دائما أن نستفيد من الفرص اللي ممكن تكون متوفرة بالسوق، لا من جهة تأمين السيولة، ومن جهة دائما تاني يكون في عنا ديزاين للاستحقاقات المالية تبعنا اللي هي تتماشى مع السيناريوهات إذا بدك الأكثر تأثرا فيما لو حصلت. حلو كثير. بهذه الايام اللي نحن عم نعيشها هلا، ومع التطور اللي عم نشوفه ومع الازمات اللي عم نعيشها، كثير مهم بالنسبه للمستثمرين وايضا يعني اذا بدك كل اصحاب المصلحه ستيك هولدرز، كثير مهم بالنسبه لهم انك انت عم تنتج شغل جيد، لكن ايضا لازم تكون عم تشتغل صح، يعني نيد تو دو ويل از ويل از
to do good as well as do well. فبالنسبة ل بالنسبة للشق اللي بيتعلق بالاي اس جي، حوكمة البيئة والمجتمع في الشركة، كيف شو هي الخطط اللي عندك مشان تقدر تحسن الريتنج تبع ماف من ناحية الاي اس جي؟ مثل ما بتعرفي ماجد الحطيم هي من اوائل الشركات ومن اقل من الشركات القليله اللي في عندها بالمنطقه، اللي في عندها اول شيء اي اس جي فريم ورك، وعندها بنفس الوقت تصنيف للاي اس جي اللي هو لو ريسك، اللي هو بقليل المخاطر. وعلى هذا الاساس ماجد فوتيم كانت اول شركه في العالم يلي هي تصدر صكوك خضراء بشهر 10/2019 على مرحلتين. اعلى اصدارين صاروا الصكوك الخضراء يفوق كل واحد منهم 500 مليون دولار ومجموع مليار و200 مليون دولار، حصلوا باكتوبر 2019. بالنسبه لنا عمليه الاستدامه وموضوع الاي اس جي هو مهم جدا، ومشان هيك من اقل من شهر وقعنا، كانت ماجد فوتيم من بين 61 شركة في العالم يلي هي بتوقع الإعلان مع المنتدى الاقتصادي العالمي لستيك هولدر كابيتاليزم، وكنا الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط لهذا التوقيع عندما حصل. فبالنسبة لماجد فوتيم، عملية الاستدامة وعملية الحوكمة السليمة وعملية المسؤولية المجتمعية أساسيين بالنسبة لنا، وبهمنا جدا دائما أنه نتائجنا المالية تكون نتائج مستدامة، وبنفس الوقت نكون نحن عم نأثر إيجابا على مجتمعاتنا وعلى بيئة الأعمال اللي نحن موجودين فيها. مشان هيك دائما بنحاول إن نكون في قدر الإمكان إن نكون مثال للآخرين يحتذى فيما يتعلق بالحوكمة السليمة الممارسة.